مساء الخير حبايبي، اليوم اوريكم العشاء مالتي. طبعا كل يوم اوريكم العشاء، ويوميات ابو سمره ويوميات ام سيف، واليوم راح اوريكم عشاء. اليوم العشاء مالي، شوفوا هذا لحم التاكو، وهذا لحم مال تاكو، وهاي الخلطه مال تاكو مسويتها ام سيف باللحم. وهسه شنو عندنا؟ هاي اللفه راح اسوي لي لفه طيبه واقعد اكل. وشنو محضرت لي ويا التاكو؟ هذا الطماطه والجبن والخس. واو، شلون جهزته الي؟ تعرف انا من اجي الشغل، من اجي من الشغل جوعان، اريد اكل. وهذا خبز التاكو، بعدين احمصها، احمص الخبزه واحط عليها واسوي لي لفه، وبعدين راح اطلع لي هم الصاص مال تاكو، يحطوه فوق اللفه الصاص الحار شوي، يعجبني شوية حار. اوكي، هاي كملت اللفة مالتي، سويت لي لفتين. شكد حلوة منظرها، لفتين. اوكي حبايبي، احبكم. اليوم وريتكم عشاية، احبكم هواية. اقطع.